تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم بالعفو الخاص والإفراج عن 160 نزيلا من المحكومين في قضايا مختلفة بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم. وأتي العفو والإفراج بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك جريا على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته والتي حققت النماء والتقدم والازدهار لمملكة البحرين. بناء على تفضل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم بالعفو الخاص والإفراج عن 160 نزيلا من المحكومين في قضايا مختلفة بمناسبة عيد الفطر، أكد عدد من أهالي المفرج عن أبنائهم أن توجيهات جلالته تؤكد حرصه الدائم على إتاحة الفرصة أمام من شمله العفو كي يندمج إيجابا في المجتمع ويشارك في مسيرة النهضة والبناء. تشكر جلالة الملك الصراحة على إتاحة هاي الفرصة لي، وهالشيء ما نستبر على ملكنا يعني المعروف عن الجود والكرم يعني، وهاي الخطوة جديدة يعني عبتدي خطوة جديدة في حياتنا إن شاء الله، وكلنا غلطنا ما في نسوي ما غلط يعني، الصح إننا نتعلم من الغلط، وإن شاء الله هاي الفرصة أعطاني نفس ما أعطاني الفرصة جديدة إن شاء الله، وابتدي خطوة جديدة للنجاح إن شاء الله، وعوض أهلي على اللي خسرتهم إياه إن شاء الله. الحمد لله استانست أنا الحمد لله، يعني من سمعت الخبر يذلين استانست، ويعني جلالة الملك ما قصر ويانا الحمد لله، يعني من قالوا قالوا هاي مال يعني مكرمة الحمد لله. أنا استانست طلعت من بيتي ما أعرف شلون يعني استانست، وأنا طياي مني خذت قلت يعني الله يخلي جلالة الملك ورئيس الوزراء الشيخ سلمان. نشكر جلالة الملك على هذه المكرمة اللي سواها، خلونا نجتمع في أخونا يا العيد يتونسيون، شكرا يعني. نشكر جلالة الملك حمد على العفو، وصراحة من أول ما سمعت الخبر يعني انصدمت ومستانس أنا وايد، لأن بطلع حق بيتنا. كل عام وانتم بخير، هاي سنة خير إن شاء الله، ينعاد عليكم بالصحة والعافية. أشكر جلالة الملك على العفو الملكي، والحمد لله يعني فرحنا وفرح أهالينا، وما كنا نتوقع يعني صراحنا بنطلع السنة، بس الحمد لله خلانا فرحانين ورد دواماتنا وشغالنا، والحمد لله رب العالمين، والله يخلي لنا ذخر إن شاء الله. يا اتصال أخوي، خير أخوي، شو أخباركم شلونكم؟ اللي يقول لنا أخوي ترى طلعوني مكرم ما مرة شنو وبس، وغير الوالدة قامت تصيح مو مصدقة في ذا الشيء يعني، وصج تأكدنا في دي السالفة يعني تأكدنا ولا صج يعني. أشكر جلالة الملك وولي العهد وزير الداخلية على الشيء ذي اللي سووا لنا يعني، يعني صراحة جلالة الملك ما قصر على شعبه يعني، صراحة مشكورين مشكورين وايد وايد يعني. أشكر جلالة الملك على المكرمة، أشكر سمو ولي العهد، برجع للبيت مستانس، فاجئونا بالمكرمة، وهي مو أول مرة يعني في العيد وقد يأبين أهلي وكذي يعني مستانس أكيد، وبمارس حياتي طبيعية، بكون إن شاء الله أحسن وأفضل من ذا الشيء، وبكون بين أهلي وأمي، بكون سعيدين فينا واجد، وكل عام كهم بخير. مو غريب على جلالة الملك يعني كل عيد يكون هاي الشيء موجود ويخلي الناس كلهم فرحانة يعني في البحرين. وهاي المكرمات يعني صراحة مو غريبة على حكومتنا هنا في البحرين، وانا متعودين على مكرماتهم وايد، وعسى يطل الله يطول في عمارهم ويخليهم ان شاء الله. والله شعور يعني مثل ما تقول يعني اكيد يعني اب يستقبل ولده عقب 3-4 أشهر يعني اكيد اب اكون سعيد، وهي بس اتمنى ان مثل ما تقول يكون هاي شيء درس له ولا يعود السوالف اللي كان يسويها الحين. يعني امشي يعني عرس من يركب وياي للبيت، هذا عرس الحمد لله رب العالمين. يعني الوالده فرحت، يعني الاهل كلهم في البيت متجمعين مستانسين وفرحانين. العيد هالسنه غير، هالسنه غير الحمد لله، بعد جائحه كورونا خلصت،
ان شاء الله هذا اخونا العود هو اللي بيجو الملاس وهو اللي بيطلع غلى العيد ان شاء الله يا رب. نشكر جلالة الملك، نشكر القيادة الرشيدة، ما قصر يانا الملك على هالمكرمة اللي سواها لنا، فتح لنا وايد ابواب صراحة. ان شاء الله هالشيء ما يتكرر علينا، مو غريب على جلالة الملك، ما قصر في الخير ابونا. اشكر جلالة الملك على العفو الملكي، ومو بغريب على جلالة الملك يعطينا فرصة نرجع حياتنا طبيعية ونعيش بين اهلنا. نرفع اسماعي الثاني والتبركات الى صاحب مقام حضرة جلالة الملك المفدى والى صاحب سمو ولي العهد ورئيس وزراء مملكة البحرين، ونشكر جلالة الملك على هاي المكرمة اللي يعني اعطانا فرصة ان نطلع فيها، وان شاء الله المستقبل مشرق قدامنا ونشكرهم على هاي الشيء. وهاي المكرمة جات وقتها المناسب كوني راح أرجع على عملي وأكون بين ناسي وبين أهلي، وجزاه الله خير جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ويعطيكم العافية. وايد 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 مستانس والله، حد مستانس اليوم أقوم إحنا راح أطلع وراح أتفطر وياهم. الحمد لله أشكر الله وأشكر الحكومة بعد لما قصرت، أشكر جلال الملك إنه طلعنا في هالمكرمة، والحمد لله اليوم من ده العيد صار عندي عيدين، والحمد لله هذه غلطة إن شاء الله وما تكرر. والله شعوري وايد مستانس إن عقب هالقد سنين من السجن رجعت حق أبوي وذلين وأمي أعمارهم في 70، الحين لازم أنا أتحمل فيهم، وهي غلط سويته ولازم ما أكرره مرة ثانية. جلالة الملك على عنا وراسنا، وهو ما قصر بهالمكرمة اللي سواها لنا وأفرج عنا وطلعنا من السجن، يعني إن شاء الله يعطيهم على قد نياتهم والله يوفقهم إن شاء الله ويخليهم ذخر لنا. والله أشكر جلالة الملك وسمو ولي العهد وأشكرهم كلهم، يعني ما قصروا صراحة، يعني عرفت قيمة أهلي صراحة. أنا هني القيادة بشيدة وهني جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكتنا، وهني ولي العهد سلمان المستقبل، وحالي وزارة الداخلية، وأقول لهم سامحوني على كل شيء ومشكورين على اللي سويتوه، بس أبغى أشم عيالي والله، أول شيء أشم عيالي بعدين أفكر.